السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي اخواني، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذه الحلقه غادي نشارك معكم هذا الموديل اللي شفتوه في الصوره المصغره، كيجي بكل شوميز وقطعه في الصدر مع كشكاشه وجيوب كشكاشه، سهل بزاف، ما عليكم غير تبعوا الخطوات ديال التفصيل والخياطه والتراساج. في الاول كنفصلوا الظهر يعني الجهه الخلفيه ديال العبايه، كنرسموا الباترون ديال الخلف بشكل عادي، كنعبروا العبار ديال الكتفين. مثلا عندي 40 سنتيم، هاد 40 سنتيم كنقسموها على جوج هي 20 سنتيم، كنزيدوا 1 سنتيم ديال الخياطه بحال هذا الشكل. غادي ندير لكم باترون على ورقه في الاول، غادي نعبروا 20 سنتيم ديال الكتفين على هذا الشكل، كنسطروا على هذا الشكل، كنهبطوا هنا ب 3 سنتيم، ديما كنطيحوا الكتف 3 سنتيم على هذا الشكل، وكنحسبوا الحرده ديال العمق ديال الخلف كنديروا فيها 8 سنتيم على هذا الشكل. هنايا في العمق ديالها كنديروا جوج سنتيم، كندير كندور، نتوما غادي تدوروا بالبيروكي. هنا كنهبط الكتف بهذا الشكل، هنايا خط مائل في هذيك 3 سنتيم درت في الاول. بالنسبه للتركيز كاينين طرق مختلفه، بينها الطرق غادي نوريكم الطريقه اللي كنستعمل انا. غادي نهبط بالتركيز من هنا حتى لهنا، كنعتمد على واحد الجدول. بالنسبه للمقاسات كتاخذي الدوره ديال الصدر كتقسميها على جوج، كل دوره ديال الصدر داك العدد اللي خرج لك فيها غادي تديري واحد العدد معين في التركيز. مثلا دوران ديال الصدر من 40 حتى 46، يعني غتشدي الدوره ديال الصدر كامله غتقسميها على جوج، الا خرجت لك من 40 حتى 46 غادي ديري 20 سنتيم، الا خرجت لك من 46 حتى 50 غادي ديري 22 سنتيم، ومن 50 حتى 60 23 سنتيم، ومن 60 حتى 70 غادي ديري 24 سنتيم، ومن 36 حتى 40 غادي ديري 20 سنتيم. هادو هما القياسات. بالنسبه لدوره الصدر ديالي انا خرجت لي فيها 23 سنتيم بهذا الشكل، غادي نهبط 23 سنتيم من هنا، نرسم خط ديالي بهذا الشكل. غادي ندير الصدر. بالنسبه للتركيز ممكن تزيدي من 1 حتى 2 سنتيم الا كنتي بغيتي تجيك هاد العبايه واسعه شويه من جهه الحرده ديال الابط، وعلى حسب الحجم ديال كل وحده. المهم الا كانت الكليانه عامره شويه غادي تزيديها على داك القياس من 1 حتى 2 سنتيم. صافي كما قلت لك غادي ترسمي الخط ديال التركيز ديالك على هاد الخط هذا، غادي ترسمي هذاك الخط ديال الصدر، كتاخدي الدوره ديال الصدر كامله كتقسميها على 4، داكشي اللي خرج ليك كتزيدي عليه 3، كتزيدي عليه 3 سنتيم، 2 سنتيم ديال الاريحيه وسنتيم واحد ديال الخياطه. مثلا في الصدر عندي 96 قسمتها على 4 عطاتني 24 سنتيم، هاد 24 سنتيم غادي تزيدوا عليها 3 يعني 27 سنتيم، غادي تحسبي 27 سنتيم على هذا الشكل. هذا هو الخط ديال الصدر. صافي كديري نقطه هنايا وغادي ترسمي الحرده ديال الابط باستعمال بيروكي بهذا الشكل. من هذا الخط ديال الصدر كنزلو ب 16 سنتيم وكنرسمو الخط ديال الحزام. بالنسبه لخط الحزام عندي فيه 95، 95 غادي نقسموها حتى هي على 4 وغادي نزيدوها 3 سنتيم، عطاتني 23 سنتيم، زدتها 3 سنتيم وغادي تعطيني 26 سنتيم، غادي نحسبها هنا. صافي هاد النقطة هادي كنديرها هنا مع هاد النقطة. مهم بنفس الطريقه ملي كنبغيو نرسمو الخط ديال الحزام كنزلو ب 16 سنتيم، وملي كنبغيو نرسمو الخط ديال الحوض كنزلو ب 16 سنتيم عاوتاني وكنحسبو بنفس الطريقه. بالنسبه للخط ديال الصدر ولا الحزام ولا ديال الحوض كنقسمو على 4 وكنزيدو 3 سنتيم. هنايا بالنسبه للحوض عندي 115 سنتيم، ملي قسمت على 4 عطاتني 28 سنتيم، زدت على 3 سنتيم 131 سنتيم، غادي نحسب هنا 31 سنتيم. ديما هاد الخطوط نحاول يكونوا قائمين الزاويه باستعمال المثلث. صافي كندير خط هنايا
بهذا الشكل. وكاينه واحد الطريقه اخرى، غادي تنزلي من هنا من الوسط ديال الكتف حتى الدوره ديال الحزام، حتى الحزام ديال الكليانه الا كانت 40 سنتيم غادي ترسمي هنا الخط ديال الحزام 40 سنتيم. وثاني على حساب الطول ديال الصدر ديال كل وحده، كاين اللي عندها في الطول الصدر ديالها في الارتفاع ديال الصدر 40، وكاين اللي عندها مثلا 42. المهم كنعبروا انطلاقا من وسط الكتف حتى الحزام ديال الكليانه، الحزام من تحت الصدر. هذه حتى هي طريقه، وكاينه الطريقه اللي شاركت معكم كتنزلي غير ب 16 سنتيم، وكنت عاودت تنزلي عاوتاني ب 16 سنتيم. كاين واحد الطريقه اخرى عاوتاني، لو بغيتي تنزلي من الخط ديال الحزام حتى الخط ديال الحوض كتنزلي 22 سنتيم، يعني هذا هو الارتفاع ديال الحوض، وكترسمي الخط ديال الحوض. المهم ديما الخط ديال الحوض ولا الخط ديال الصدر خاصو يكونوا اكثر من الخط ديال الحزام، ديما الخط ديال الحزام خاصو يكون داخل شويه حسب الرغبه ديال كل اخت، يكون داخل شويه بواحد سنتيم ولا بجوج سنتيم. في الجلال ديال الموديل غادي نديرو 60 سنتيم، وفي الطول الكلي غادي ندير 133 سنتيم، غادي نزيد عليها 3 سنتيم ديال التكفيفه ولا سنتيم واحد ديال التكفيفه على حساب كل اخت واش كتبغي، واش التكفيفه كبيره ولا صغيره. غادي ندير في الطول الكلي 137 سنتيم، كنعبرها من هنا من وسط الكتف. هذا الشكل نرسم هنايا خط، ندير هنا 60 سنتيم، ندير هنايا 60 سنتيم. الورقه عندي ما كافياش، غادي ندير انا غير 50 سنتيم، ممكن ديري عاوتاني 50 سنتيم في الجلال الا ما بغيتيهاش تكون عريضه بزاف من التحت. هذا الشكل وصافي، كترسمي خط وصافي، كتاخدي من هذه النقطه هذه كترسمي خط حتى الجلال. ممكن تاخدي عاوتاني الا كان هذا الخط ديال الحوض مكبيرش بزاف، ممكن ترسمي من هنايا، تاخدي من هنا ترسمي من هذا الخط ديال الصدر حتى لتحت ديال الجلال. هنايا غادي نقسموا هذه المكثافه على جوج، غادي تعطينا المهم انا عندي 50 يعني 25 سنتيم، ها هي 25 سنتيم، غندير نصف ديالها هنايا، غادي نطلع هنا 3 سنتيم هذا الشكل، وكنرسم خط باش ما يجونيش الجلال طايحين. هذا الشكل، هذا هو الباترون ديال الخلف، سهل بزاف كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للباترون ديال الامام غادي تاخذي نيت هذا ديال الخلف، وغادي نضيفوا عليه بعض التعديلات باش غادي نرسموا هذاك الباترون ديال الجهه الاماميه. مثلا انا رسمت، مثلا انا رسمت هذا ديال الخلف هذا الشكل، باش غادي نوريكم الاطراف الاماميه هكذا. المهم اول تعديل غادي نديرو هنايا، غادي نديرو في الحرده ديال العنق ديال الامام، غادي ديري 9 سنتيم، تحسبيها من هنايا 9 سنتيم، وغادي تقوري على هذا الشكل هكذا. وهنايا في هذا الخط ديال الصدر كنحسبو نصف المسافه ما بين الحلمتين، مثلا من 10 حتى 12 سنتيم. هنايا في هذا القياسات انا درت 12 سنتيم المقاس ديال اكس ال، وكنديروا نقطه على هذا الشكل، كتحسبي هنايا 12 سنتيم، ديروا نقطه هنايا، وكناخذوا هذا الحرده ديال الابيض حتى هي كنقسموها على جوج، الحرده ديال الابيض ولا هذا التركيز كنقسموه على جوج، وكنرسموا خط كيلاقي النقطه ديال المسافه نصف المسافه ما بين الحلمتين مع النقطه ديال نصف الدوره ديال حرده الابيض على هذا الشكل. مثلا انا هبط هنا ب 23، 23 النصف ديالها هي 11.5، يعني غادي تجيني هنايا وغادي نرسم واحد الخط يكون مائل من هذه النقطه لهذه النقطه. هادشي باش غادي نرسمو التقطيعه ديال البرنسيس بشكل يكون مائل كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه لهذه القطعه من هنايا غادي تكون مفتوحه، غادي نديرو لها سطيفات، غادي نخليو في القيمه ديال هذا الشريط ديال السطيفات 7 سنتيمتر، 1 سنتيم كيدخل لداخل، وكنطويو 3 سنتيم على 3 سنتيم، وكنخيطو على الحرف يعني سور بيكاش. صافي هذا هو الشكل كيف ما شفتوا معايا. هنا غادي نخلي 6 سنتيم،
مهم هذا القيمه ديال الشريط ديال الصطيفات على حسب الرغبه ديالك، بغيتي يكون هذا المرض هذا يكون كبير ولا صغير. انا غادي ندير هنا 7 سنتيم بهذا الشكل. هذا الشكل كما شفتوا معايا. دابا غادي نمشيو ونشوفوا البلاصه ديال الجيب فين غادي تكون. الجيب كيكون ما بين الحزام والحوض، ما بين الحزام والحوض. مثلا كاين اللي غادي تنزل بالنسبه للطريقه اللي تبعت انا، كاين اللي غادي تنزل 23 سنتيم او اكثر على حسب الطول ديال كل وحده. مثلا بالنسبه للطول ديالها عادي غادي تنزلي من 24 حتى ل 25 سنتيم، غادي تكون طويله واحد شويه. بالنسبه للبنات اللي قصار شويه غادي ينزلوا غير 23 سنتيم انطلاقا من هذه النقطه، غادي تنزلي 23 سنتيم غادي ديري الخط ديال الجيب. دابا غادي نشوفوا البلاصه ديال الجيب فين غادي تكون. ديما الجيب كيكون ما بين الحزام والحوض. مثلا كاين اللي غادي تنزل 23 سنتيم او اكثر على حسب الطول ديال كل وحده، هذه الطريقه اللي تبعت انا في التفصيل. مثلا بالنسبه للطول العادي غادي تنزلوا من 24 حتى ل 25 سنتيم، والبنات اللي قصار شويه 23 سنتيم كافيهم كيجي الجيب في بلاصتو. مثلا غادي تنزلي من هذه النقطه هذه غادي تنزلي 23 سنتيم 24 25 على حسب الطول ديال كل وحده. كاين الطريقه الاخرى اللي كنت قلت لكم، غادي تنزلوا من الحزام حتى باش ترسموا الخط ديال الحوض كتنزلوا 22 سنتيم. هذه المسافه ديال 22 سنتيم هي اللي غادي تقسموها على جوج، ملي غادي تقسموها على جوج غادي ترسمي الخط ديال الجيب. مثلا غادي الا هبطينا من الخط ديال الحزام حتى الخط ديال الحوض 22 سنتيم 22 سنتيم غادي تقسمي على جوج، يعني هي 11 سنتيم غادي ترسمي الخط ديال الجيب. بالنسبه للقيمه ديال الجيب، الجيب ديال الشق من 14 حتى ل 15 سنتيم ولا 12 سنتيم الا كانت اليد ديالك نحيفه. المهم هنايا انا غادي نزل 23 سنتيم وغادي نرسم الخط ديال الجيب 14 15 حتى 12 سنتيم. المهم هاد النقطه هادي ديال الجيب ملي غادي ترسميها غادي تربطي هاد النقطه هادي ديال الجيب مع النقطه ديال نصف المسافه ديال ما بين الحلامتين على هذا الشكل. المهم انا غادي نهبط هنا 23 سنتيم هذا الشكل، غادي ندير النقطه هنايا، غادي نحسب الجيب شحال بغيت فيه. انا غادي ندير فيه 15 سنتيم هذا الشكل، غادي نرسم خط هنايا. هاد النقطة هادي غادي نلاقيها مع هاد النقطة، المهم في الفصالة ملي نبغيو نفصلو هاد البلاصة خاصنا تكون دائرية، ما تكونش على هاد الشكل، ما تكونش من هنايا، خاصها تكون غادية دائرية في الفصالة ملي نبغيو نفصلو. بالنسبة للمسافة ديال الكشكاشة اللي غادي تكون عندنا هنايا، حيت عندنا هنا تقطيع ديال صدر، هنايا غادي نديرو 12 سنتيم، نفس ديك المسافة اللي خرجتي ما بين الحلامتين هنايا، نصف المسافة ما بين الحلامتين 12 سنتيم غادي تخرجي بها هنايا في الكشكاشة. هادي 12 سنتيم غادي تصاوبي حتى لتحت. هذا الشكل، غادي نحسبو هنا 12 سنتيم. فيكم ديروا خط هنايا، المهم هاد البلاصه هنايا خاصها تكون الثوب مطوي من هنايا غادي يكون مفتوح. انت غادي تاخذي داك الثوب ديالك غادي تطويه على جوج وصافي، غادي تبداي ديري في هذا التراساج ديالك ديال الخلف وغادي تزيدي عليه هاد التعديلات. هنايا غادي تخلي البلاصه هنا غتبقى مفتوحه، هنايا غتكون مسدوده هنا. هذه هي البلاصه ديال القيمه ديال شريط الازرار، درت فيها 7 سنتيم. هنا بالنسبه للجلال كما قلت لكم غادي نحسب 60 سنتيم، نفس اللي درنا في القطعه ديال الخلف الجهه الخلفيه حسبنا 60 سنتيم. انا حسبت غير 50 سنتيم قسمت على جوج عطاتني 25 سنتيم، طلعت غير بثلاثه. درتي هنا 60 سنتيم غادي تقسميها على جوج هي 30 سنتيم، وغادي تطلعي ب 5 سنتيم هنا. هنايا بالنسبه للجيب درت هنا هنايا 15 سنتيم، غادي نعاود نخرج هنا ب 15 سنتيم على حساب القيمه اللي درتي. درتي 14 سنتيم غادي تخرجي ب 14 سنتيم، هذه هي القيمه ديال الكشكشه ديال الجيب. هنايا غادي نخرج ب 15 سنتيم صافي، وغادي نربط هذه النقطه هذه، هذه النقطه هنايا غادي نربطها مع هنا النهايه ديال الجلال.
كما شفتوا معايا الموديل سهل بزاف انيق وزوين. بالنسبه لهذا القطعه ولا هذا القطعه اللي هنايا ولا هذه القطعه اللي هنا ديما كنزيدو سنتيمات ديال الخياطه، غتزيدي سنتيم ديال الخياطه هنايا وغادي تزيدي هنايا، هنايا ما غتزيديش شي سنتيم ديال الخياطه حيت الا زدتي غادي يجيك الجيب مهود اكثر، غادي يجيك طايح. المهم انا غادي تخلي هذه البلاصه كما هي، غتزيدي سنتيم ديال الخياطه غير من هنايا وفي هذه القطعه هذه سنتيم من هنا فقط. المهم هذا الباترون هذا ديال الجهه ديال الاماميه راه فيه ثلاثه ديال القطع، فيه هذه القطعه الاولى هذا الجزء العلوي وكاينه هذه القطعه الثانيه كما شفتوا معايا ها هي، وهذه القطعه الثالثه كما شفتوا معايا. هذا هو الباترون ديال هذا الموديل، درت لكم فواحد النموذج مصغر، نتوما غادي ديروه فواحد الورقه كبيره ولا الورق ديال الباترون يكون كبير وغادي ترسموه لهذا الشكل وغادي تطبقوه على التو مباشره.